مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. إلى فلسطين، الجرح الذي لا يندمل والألم الذي لا ينتهي. من فلسطين القصيدة التي يحملها الشعراء حقيبة سفر على أكتافهم وخيمة، ينتظرون أن يفكوا حبالها ويخيطوا منها جسراً يحملهم إلى فلسطين كاملة غير منقوصة. هذا هو الحلم الذي يبقى حاضراً في وجدان كل الشعراء، لا سيما شعراء فلسطين. ومنهم ضيفنا عبر سكايب معنا من خليل الرحمن في الضفة الغربية المحتلة، معنا الشاعر محمد السلامين. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا ومرحبا بك الحبيب والشاعر والإعلامي المتألق الأستاذ مصطفى مطر، وأهلا بقناة الرافدين، وسعيد أنا جدا بهذه الاستضافة الكريمة والتي أرجو أن تكون على حسن ظنكم. ستكون على قدر حسن الظن، وهكذا دائما أنت يا محمد. ليتك تستريح بجلستك إلى الوراء قليلا فقط حتى يتسنى لنا أن نراك بشكل أكثر جمالا وكل الجمال لديك. محمد، في البداية دعنا نتحدث عن فكرة القضية الفلسطينية في وجدان الشاعر، وكيف أنها تلازمه في مختلف القصائد التي يكتبها حتى وإن كانت في موضوع غير وطني. تفضل. نعم، بما لا يخفى عليك وعلى السادة المشاهدين والمستمعين جميعا أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى وربما الأزلية للشعب الفلسطيني، والذي يعني ربما دعني أتكلم عني. نعم تفضل. التي قضيت يعني طوال حياتي في هذه القضية، أو يعني كانت هذه القضية سابقة لجيلي وسابقة للأجيال ربما التي سبقتني. فهذه القضية هي قضية فيصلية في حياة الفلسطيني كإنسان وكمواطن، يعني يعايشها يوميا ويستمر في معايشتها. نعم. إلى أن يشاء الله عز وجل غير ذلك. هل ينسى أهل الخليل القدس يا محمد باعتقادك؟ كيف يمكن أن تسأل هذا السؤال يا أستاذ مصطفى؟ هل ينسى الإنسان؟ لأنني أعرف أن يعني لديك إجابة أكثر شاعرية من جفاف السؤال. لا إطلاقا لا يمكن أن ينسى الإنسان هويته وحقيقة أصله ومنبته. نعم. فكيف وإن كانت فلسطين؟ كيف وإن كانت القدس؟ نعم. محمد، ربما قليل من الجمهور العربي الذي هو مطلع على تفاصيل حياة أهلنا لديكم في الخليل بشكل عام، سواء في يطا، في السمو، وفي غيرها من البلدات والمدن التي هي حول الخليل. هل تسمعني الآن يا محمد؟ نعم هكذا أسمعك. كنت أحدثك أن قليلا من العرب من يعرفون طبيعة الخليل، ثقافة أهلها، عاداتهم، تقاليدهم. قليل من العرب الذي يعرف هذه العادات والتقاليد. حبذا لو تكلمنا عن الخليل التي تحب من وجهة نظر شاعر، وتبين لنا ما تحب أن يعرفه العرب عن هذه المدينة الخالدة. الخليل هي خليل الرحمن، الخليل إبراهيم عليه السلام، هي مدينته، وفيها أقام وفيها دفن. خليل الكرامة وخليل الشهامة والمروءة، يعني معروف عن النبي سيدنا إبراهيم عليه السلام الكرم، وهذا الكرم هو الصفة السامية وصفة ربما الأعلى التي أورثها لأبناء الخليل. يقال إن عندما الناس تأتي أو عندما تحضر إلى الخليل أنت ترى كل هذه الصفات في كل خليل موجود في هذا الخليل. يقال إن الخليل يا محمد هي مدينة لا يبيت فيها أحد الناس جائعا، هل هذا صحيح؟ نعم سيدنا. كيف ذلك؟ العديد من التكيات وأشهرها تكية سيدنا إبراهيم، فلا يمكن أن يكون هناك جائع في مدينة الخليل، أو يعني بقدر المستطاع، لا نعمم أو نطلق الأمر. نعم. لكن بقدر المستطاع. لكن ليتك توضح للعوام من الناس والبسطاء يا محمد، ما معنى التكية؟ ما هي التكية؟ ما هي التكية يعني؟ التكية هي عبارة عن ركن أو مكان يتم فيه إعداد الطعام.
نعم. بشكل يومي ومستمر لإطعام الذين لا يملكون قوت يومهم لإطعام الفقراء والمساكين والمحتاجين. نعم. فمن يحتاج إلى طعام فتكون التكية هي وجهته وسيجد ما يسره ويحتاجه هنا. ومن تكية الطعام إلى تكية الشعر يا محمد، نريد أن نأخذك وتأخذنا إلى تكية الشعر. نعم سأقودك إن شاء الله. تفضل إلى أولى القصائد، ماذا ستقرأ علينا في افتتاحية هذا اللقاء الجميل بك من بيت القصيد؟ سأقرأ إن شاء الله قصيدة هي غزلية، لكن غزلية في فلسطين. تفضل. فأقول: غرامك تغلغل في عشقا. من جديد يا محمد. غرامك تغلغل في عشقا. نعم. تفضل من جديد. أقول: غرامك قد تغلغل في عشقا. نعم. يدب بخافقي دفقا فدفقا، وحبك فوق ما احتملت عروقي، فلا أدري سأنعم أم سأشقى. هوينك قد شغفت القلب حبا، تري ما فيه همسا مسترطا، وحتى مذ قسوت عليه يوما أبى قلبي وآثر أن يرقى. الله الله. وإن أتميت لي قلبي فإني تركت لك الذي مني تبقى، وإن لم يبق في الدنيا بلاد بقيت فأنت يا فلسطين أبقى. وإن لم يبق في الدنيا بلاد بقيت فأنت يا فلسطين أبقى، ومهما حاصروك بكل قبح يظل جمالك الأخاذ أنقى. الله. تشق عليك أحلام طوال، وأجمل ما أتى ما كان شقا. تشق عليك أجل. أحلام أعد تشق عليك أحلام طوال تشق عليك أحلام طوال تشق عليك أحلام طوال وأجمل ما أتى ما كان شقا. الله. أجل 70 أدري لا تبالي، فإن زوالهم بالوعد حقا، وإن غدا لآت فانظريهم، تريهم يحشرون إليك زرقا، فما باغ يدوم وإن تأتى، فرفقا ثم رفقا ثم رفقا. فرفقا ثم رفقا ثم رفقا، رفقا بنا يا محمد، رفقا بقلوبنا التي لا تحتمل مثل هذا الجمال الحزين المحشوب الألم، عسى أن يتحول إلى ذخيرة من خلالها يتمكن الشعب الفلسطيني أن يستعيد حقه كامل حقه. محمد، يقول بعضهم: لماذا بعتم فلسطين يا محمد؟ لماذا؟ لماذا بعتم فلسطين يا محمد؟ من يقول هذا هو عبارة عن جاهل. أحسنت. في حقيقة الوجود الفلسطيني بشكل عام. أحسنت. الفلسطيني لا يمكن أن يبيع أرضه، لا يمكن أن يبيع عرضه. من باع الأرض فقد باع العرض، ومن باع العرض فقد باع كل شيء. الإنسان الفلسطيني يوميا يقاوم ويوميا يجابه على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والحياتية، وحتى على المستوى الميداني. يعني بالأمس القريب استشهد فتى برصاص الاحتلال ذو 17 ربيعا. ماذا يمكن أن يصنع ابن 17 ربيعا بدولة احتلالية أو دولة كدولة الاحتلال؟ لكن يوميا يسقط لدينا الشهداء، أو يرتقي لدينا الشهداء يوميا. العديد من الأسرى هنالك يتم أسرهم، لا يمكن أن أحد أن يبيع قضيتهم. حدثنا عن فعل المقاومة بالكلمة يا محمد، وهذا الدور الريادي الذي يلعبه الكثير من أصحاب القضية ومريديها والشعراء الذين لا يزالون يحافظون على ذات الشوكة في فلسطين المحتلة. حدثني عن مقاومتكم بالكلمة، وكيف ترى هذا المصطلح من واقع تجربة عملية؟ نعم
تفضل. لا يخفى عليك وعلى على من له لب أن الاحتلال حاول أن يسرق الهوية الفلسطينية وحاول أن يطمسها في البداية وأن يجعل أو يسرق هذه الهوية وهذا التراث وهذا التاريخ العميق والموغل في التاريخ الفلسطيني إلى وينسبه إلى نفسه. نعم. فبدأ بكثير من الأمور، انتقل إلى التراث الفلسطيني، سرق التراث الفلسطيني، سرق الأكلات الشعبية التقليدية الفلسطينية. فقبل مدة من الزمن، بضعة سنوات يعني، شاركت دولة الاحتلال في على مستوى العالم بوجبة الفلافل على اعتبار أنها وجبة إسرائيلية، وجبة تمثل التاريخ الإسرائيلي، مع أنها من المعلوم أن وجبة أو يعني طبخة الفلافل أو وجبة الفلافل هذه هي عبارة عن أصل متجذر في التاريخ الفلسطيني. الثوب الفلسطيني التقليدي المطرز تم سرقته ووضعه في مضيفات الطيران في مطار بن غوريون. فالاحتلال لا يتورع من يعمل هذه الأعمال أو من يتصرف بهذه التصرفات على أن يطمس أي هوية تمثل الفلسطيني وأن ينسبها إلى نفسه، بما في ذلك الأدب. الأدب العربي الفلسطيني وأدب الحضاري الفلسطيني والثقافي، ومحاولا طمس هذه الثقافة وهذه الهوية الفلسطينية. لذلك يأتي دور الشعر ودور الأدب ودور الكلمة الفلسطينية في المقاومة وفي إثبات الوجود والتراث والثقافة الفلسطينية حقيقة أمام هذا الهجوم والغاشم من دولة الاحتلال. وبالفعل ستبقى فلسطين متألقة بانتمائها العربي والإسلامي، ولا تقبل أن يتحكم بتاريخها وصورتها محتل لابد أنه عابر في كلام عابر يا محمد. ولكن إلى الكلام الخالد الآن، وعودة إلى الشعر الذي يمثل عصب القضية، عودة إلى المقاومة بالكلمة. أنا دائما أقول كل ما يقوله الشعر الفلسطيني الموجود في الأرض الفلسطينية هو قول مقاومة، حتى وإن قال أحبك، حتى وإن تكلم عن حبيبته، عن أمه، عن أخته، حتى وإن تغزل في معشوقته، فهو فعل مقاوم، لأنه بهذا يدعوها إلى الثبات على هذه الأرض وعدم التنازل عن هذا الحق. إلى قصيدة جديدة وزدنا يا ابن الخليل يا قمر فلسطين، تفضل مجددا يا محمد. حياكم الله أستاذ مصطفى. طبعا هذه القصيدة القادمة ربما هي في حالة شعورية سيئة جدا يصلها الإنسان العربي بشكل عام. نعم. ليس في فلسطين تحديدا، تفضل. لكن تمر هذه الظروف ويقال مثل هذه القصيدة. تفضل يا محمد. باطول: كثير من تأس والتياع، كثير من تأس والتياع، وحزن في كالعمر المضاعي، وجسم دون روح فيه يبدو كمنتصف بلا رأس وقاع، يا الله، ولي وطن كبير في الضيقاق، وجرح لا يلاحظ في اتساع، ولي وطن مجددا، ولي وطن كبير، ولي وطن كبير في الضيقاق، وجرح لا يلاحظ في اتساع، ولي عيش كريم في امتهان، وعمر قد يكون إلى ضياعي، يا الله. أيا وطنا كأنك صيد بر تقسم لحمه بين السباع، أيا وطنا مجددا، أيا وطنا كأنك صيد بر تقسم لحمه بين السباع، أعد. أيا وطنا كأنك صيد بر تقسم لحمه بين السباع، غراسك قد تروت من دمانا، وما قطف الثمار سوى الرعاع، فليس العيش فيك بمستطاب، وليس البعد عنك بمستطاع. الله الله الله. فليس العيش فيك بمستطاب، وليس البعد عنك بمستطاع، كأن فيك منفيون، لكن نحاول ما استطعنا في الصراع، نخون ثراك حتى دون وعي، ونمعن في ازدرائك باندفاع، وإنا إذ فقدنا فيك شيئا كبيرا عد من سقط المتاع، فليتك
ما وجدت وليت أن وجدنا في سواك من البقاع فأبلغ ما يقال إذا بلاد تضيق عليك حي على الوداع. يا الله يا الله، قاسي هذا النص يا محمد، وكأنك تجلد به واقعك مبتدئا بنفسك، لكن هذا الحزن حتما سيؤجج لهيب الإرادة الحرة في أصحاب النفوس الوثابة، فيعرفون أن لهم حقا ينبغي عدم التنازل عنه. محمد، ما المطلوب من المسؤولين في الشارع الفلسطيني من أجل الحفاظ على التاريخ الفلسطيني من التزييف والتحريف؟ ما هو الدور العملي الذي بإمكانهم أن يلعبوه؟ تحدث بصراحة. لا أخفيك الأمر فيه تقصير كبير. نعم. وربما هذا الأمر لا ينطبق على فلسطين وحدها، وربما العديد من الدول العربية. في الجانب الثقافي هناك تقصير، هناك تهميش، ربما قد يكون غير متعمد هذا التهميش أو لعدم يعني رؤيتهم لدواعيه وأهميته، لكن بشكل عام هناك تقصير، هناك تهميش للأديب الفلسطيني أو الشاعر الفلسطيني أو الكاتب الفلسطيني، ودعم هذه المشروعات، مشروعات الكلمة، مشروعات المقاومة الكلامية واللفظية، لا يأخذ حقه في الحقيقة في الصراع الفلسطيني. كل ما ترى في الجانب الفلسطيني عبارة عن محاولات فردية. نعم. ونعم هكذا هو الأمر حقيقة. ربما يتطور الأمور في بعض المؤسسات، وربما يتطور الأمور في بعض الندوات وبيوت الثقافة، لكن الأمر قليل وقاصر عن المستوى المطلوب. نعم. محمد، إنه من الجميل أن يعتز الشاعر بثقافته وتراثه وموروثه، ولفتني أنك تظهر أمامنا مرتدياً الكوفية الفلسطينية. كلمنا قليلاً عن رمزية هذه الكوفية أو الحطة مثل ما بنحكي باللهجة العامية في فلسطين. كلمنا عن هذه الحطة أو الكوفية، تفضل يا محمد. ربما يعني هذه الحطة بالمصطلح العامي الفلسطيني أو الكوفية الفلسطينية هي أشهر رمز للمقاومة الفلسطينية أو القضية الفلسطينية في ربما على مستوى العالم أجمع. فهذه الكوفية متأصلة منذ بداية الصراع الفلسطيني، منذ بداية حروب لبنان وحروب الجانب أيام القتال، يعني إصابات وميليشيات بني صهيون. نعم. والمقاومة التي قامت، كانت هذه الكوفية عبارة عن اللثام الذي يضعه الفلسطيني في هذه المواجهات. فنشأت هذه الكوفية مع نشوء الصراع الفلسطيني، فتضمخت في دم الفلسطيني، تغلغلت في داخل الفلسطيني، فكانت هذه هي عبارة عن رمزية القضية الفلسطينية ككل فيما بعد. أحسنت يا محمد. إلى نص جديد من النصوص الشاهدة على الجرح الفلسطيني، نص نشأ في عمق البلاد التي لا تقبل القسمة إلا على أهلها. اختر النص الذي تحب، فكل نصوصك وطنية، وحتى إذا تكلمت عاشقا أو متغزلا أو متغنيا بمن تحب، اقرأ ما تشتهي وتحب. حق للآخر، لكن سأقول قصيدة هي أقرب إلى قصيدة الحكمة، فأقول: حسب الحياة إذا عقلت معلما. نعم. حسب الحياة إذا عقلت معلما، فدروسها حتما لديك ستذكر. واقنع فقد يسرت فيه، وإنه كل لما أولى إليه ميسر. وإذا الحياة تكالبت يوما عليك، فليس ينفع يا صديق تذمر. والله. واصبر هديت، فإنه إن لم يكن صبرا جميلا ما لها فتصبر. ولقد تضيق عليك حتى لا ترى فرجا، وليتك يا ابن آدم تصبر. فلكم تعسر. عاد يا محمد، ولقد تضيق عليك، ولقد تضيق عليك حتى لا ترى فرجا، وليتك يا ابن آدم تصبر. فلكم تعسرت الحياة على امرئ فتيسرت من حيث لم يكن ينظر. الله. واعلم بأن الناس فيك ثلاثة: فمصاحب ومداهن ومغرر. والمرء أيسر من يكون لنفسه،
فاجعل لنفسك منك من هو أيسر. مجددا يا محمدا يا محمد مجددا يا محمد، واعلم بأن الناس فيك ثلاثة، واعلم بأن الناس فيك ثلاثة، فمصاحب ومداهن ومغرر. نعم. والمرء أيسر من يكون لنفسه، فاجعل لنفسك منك من هو أيسر، ولأنت أحفظ من لسرك حافظ، واحفظه أنت فإن ذلك أجدر، فسر أثقل ما وكلت بحفظه، أيضيق عنك وفي سواك ييسر. والعمر يمضي والعمر يمضي والدقائق تنقضي، وعليك تبسط ساعة وتقدر، ما اليوم إلا فرصة أوتيتها، لا غر وإن فوتها فستخسر، فلتغتنم ما استطعت منه تكسبا، واعلم بأن اليوم ليس يكرر، واحذر رفيق السوء ويك فإنه نار عليك إذا عقلت تسعر، والزم حياض الصالحين فإنهم يأتيك منهم ما يسر ويشكر، ومن العجيب صدود ما أملته، وأشد منه مجيء ما قد تحذر، ولقد علمت من الحياة بأنه لا ثابت إلا الذي يتغير. يا الله. ولقد علمت من الحياة بأنه لا ثابت إلا الذي يتغير، وإلى زوال كل من فيها، وما ناج من المقدور من يتأخر، وبأن في الأخرى جزاء عادلا مستأهلا فوق الذي يتصور، فلذو الحجى يلتذ في نعمائه، ولذو الجهالة خاسر ومغرر. أحسنت أحسنت يا محمد، لا فض فوك محمد. بصراحة على المستوى الفلسطيني، المستوى الثقافي طبعا هنا نقصد، ما الذي تأمل أن يتغير أو يتطور؟ كن صريحا مع نفسك قبل السادة المشاهدين. الكثير من الأمور حقيقة أتمنى أن تتغير في الجانب الثقافي، ربما بدايتها الاهتمام بهذا الجانب على صعيد المقاومة الفلسطينية أولا، وعلى صعيد الموروث الثقافي الفلسطيني. نعم. يعني بما لا يخفى أن الشعر أو الكلمة هي الرسالة الخالدة على عبر التاريخ لأي حضارة كانت أو نشأت أو ستنشأ في المستقبل، فالاهتمام بهذا الجانب هو على كمية كبيرة من الاهتمام والضرورة للحفاظ على التاريخ الفلسطيني بالمجمل. نعم. فمزيد من الاهتمام، ربما مزيد من العناية بالشعراء الفلسطينيين والكتاب الفلسطينيين، مزيد من النشاطات الثقافية والأدبية التي تكرس هذا الأمر، ربما كلها مطلوبة على الجانب الفلسطيني. نرجو أن تصل رسالتك إلى من يهمه الأمر يا محمد. على أي حال نحن متواصلون معك، الشاعر الفلسطيني محمد السلامين من الخليل، خليل الرحمن. مشاهدينا الكرام سنخرج إلى فاصل قصير، بعده نواصل، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام حياكم الله مجددا، معنا عبر سكايب من فلسطين المحتلة، تحديدا من مدينة خليل الرحمن هناك في الضفة الغربية، معنا الشاعر محمد السلامين الشاعر الفلسطيني. حياك الله مجددا أستاذ محمد. أستاذ محمد، إلى الشعر وبلا مقدمات هذه المرة، تفضل. نعم. ماذا ستقرأ هذه المرة؟ أقول، تفضل. قولي متى، قولي متى تأتين لي، قولي متى، البعد جدا قارس، وأتى الشتاء، لا دفء لي
إلاك أنت، وإنني شوقي إليك يموج في وقد عتا. أشتاق وصلك، كيف بي وأنا الذي قدماي عنك أراهما ما زلتا. الله عليك. لهفي عليك يفور في ولم يزل متوهجا، فنفى الغياب وأثبتا. الله الله. ما لي سواك، ما لي سواك، وفيك ينفخ في دمي، ويداك أنت على فؤادي أوكتا. بي من هواك ثلاث حجات مضت، فطفقت أهمس للهوى أن ينصتا. إني أعيش بلا وصالك تائها، وأسير دونك في الجهات مشتتا. يا الله. حتى ما أصبر، حتى ما أصبر، والجوى يحتد بي، قولي متى تأتين لي، قولي متى، قولي متى تأتينه، قولي متى. لا فضفوك يا محمد، وجئت على سيرة الشتات، وينبغي أن يتحدث الفلسطيني في كل موقف رسمي أو غير رسمي عن الشتات الذي عاشه شعبه، وعن الشتات الذي يعيشه، بين شتاتين وتجربة الشاعر، الأولى شتات الشعب، والثانية شتات الروح والبحث عن الذات. كلمنا فيما تحب يا محمد في أحد الشتاتين. أحد الشتاتين، ربما شتاتين هما على صعيد واحد في نعم. في اتجاه واحد أيضا. فالشتات الفلسطيني في الداخل الفلسطيني يشعر بهذا الشتات، المقيم في فلسطين يشعر بهذا الاحتلال الكبير، من جانب الاحتلال الإسرائيلي أولا، ومن جانب التهميش العربي وما يتصاعد على الجانب السياسي. نعم. لكن في الشعر، في الشعر وشتات الشعر، وبموجب الظروف الاجتماعية الثقافية الفلسطينية، لكن الشعر لا يشتت. الشعر عندما يكون له قضية واحدة توحده فهو يتوحد بالضرورة. الشعر الفلسطيني أو أي شاعر فلسطيني ربما عندما يكتب للقضية يكتب بنفس أي فلسطيني موجود. نعم. الشاعر الفلسطيني عندما يكتب للحياة يكتب لحب الحياة، وحب الحياة هو كرها لما يخالف ذلك، كرها للاحتلال، وكرها للقتل والموت والتدمير الذي يحدث يوميا. عندما يكتب الفلسطيني حتى ربما لحبيبته أو عشيقته، وحب للذات، وحب للإنسان بالفطرة. فكل هذه الأمور موحدة للشعر والثقافة الفلسطينية، لكن قليل من الاهتمام بهذا الجانب هو ما ينقص فقط. نعم. عن العمق العربي، وهنا نتحدث عن المد الشعبي ومدى إيمانكم بهذا العمق في هذه الأيام، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، في ظل انصراف بعضهم إلى مشاريع خاصة وإن على حساب المبدأ الذي كانوا يوما ما يتغنون به لصالح هذا الشعب الذي لا يزال يقاوم محتليه بالصبر والحجر والثبات على الحق. كلمنا عن مدى إيمانكم بالعمق الشعبي، وهل لا يزال قائما؟ نعم. الذي يجمع العرب هو أكبر من أي دولة أخرى، من أي دولة على حدة مهما كان حجمها وثقلها، لكن الأمور الجامعة للعرب كاللغة والثقافة والدين والعرق، هذه أمور لا يمكن لأحد أن ينساها إلا من يتنصل من عروبته، من يتنصل من أصله. لا يغرك ما يتصاعد على الجانب السياسي من اتجاهات بعض الدول ضد القضية الفلسطينية، ربما يعني مصالح وهو، لكن هذا بالتأكيد لا يمثل الإنسان العربي، الإنسان الأصيل. نعم. ضد اتجاه القضية الفلسطينية بشكل عام. القضية الفلسطينية هي قضية الوطن العربي ككل، والقضية الأولى في الوطن العربي، واهتمام الناس أو ربما
قلة اهتمام الناس أو تدانيه ربما هو لطول الفترة، لكن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تنتهي إلا بانتهاء دولة الاحتلال وخروج المحتل من أرض الفلسطينية وتحررها مجددا. وهذا مما لا شك فيه ما يرجوه كل عربي حر يشترك مع الشعب الفلسطيني بالكثير من القواسم المشتركة، منها الدين والعروبة والمصير المشترك الواحد والثبات على فكرة نصر الحق ويعني رد حقوق كل المستضعفين. محمد، دعنا نتحدث الآن قليلا وبصراحة، هل ترى أن القضية الفلسطينية اليوم يمارس بحقها دور أو شكل من أشكال التغييب المقصود إعلاميا وشعبيا ورسميا؟ هل هذا قائم؟ وإن كان موجود وقائم فعلا هذا التغييب، ما السبيل إلى إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح؟ نعم، الإعلام الفلسطيني ربما يتشتت أحيانا أو كثيرا، ليس أحيانا، كثيرا عن القضية الأصلية للفلسطيني ككل أو للشعب الفلسطيني. لكن حديثنا هنا ليس عن الإعلام الفلسطيني فحسب، وإنما عن الجميع بشكل عام. لا، دعنا نتحدث عن الجانب الفلسطيني. أنا لك ذلك، تفضل. لكل دولة إعلامها ولكل دولة ربما في الوضع الحالي، كل دولة عربية لها ما يقلقها ويثير قلقها أكثر من ربما دولة أخرى. لكن الإعلام هو عبارة عن الصورة الأولى التي أو النافذة الأولى التي تفتح على العالم. فعندما يكون الإعلام مقصرا تجاه قضيته، فبالتالي هذه الرسالة لا يمكن أو لا يمكن أن تصل بالشكل المطلوب إلى العالم ككل أو إلى من ينظر إلى هذا الإعلام. مزيد ربما يجب إلقاء ضوء أكثر على المقاومة الفلسطينية والثقافة الفلسطينية والتراث الفلسطيني أكثر مما هو حاليا. وربما كان تقصير الإعلام الفلسطيني مسوغاً للإعلام العربي أن يقصر وإن كان بشكل غير مباشر أو غير مقصود. هذا ما وصلني من إجابتك محمد، وأريد أن يصلني شعور مختلف من قصيدة مختلفة. إلى الشعر من جديد. نعم، سأقرأ القصيدة الأخيرة التي كتبتها، وكنت قد نشرت بعض أبيات منها ربما قبل يومين أو يوم. تفضل. أقول: ثم أني حين حاولت ابتعادا جرني شوقي إليها ثم زاد موقدا قلبي عليها وجده مستحثا من أجفنيه السهادا. منذ جاءت جيشت فيها جيوشا لست أحصي عدها كم والعتادة، كل جيش قد غزاني فاتحا كيف أنجو ويلتي مما أرادا. الله. أضرمت نارا بقلبي فجأة، كلما أطفأته زاد اتقادا. ها أنا والآن كلي واقف غير أني كل أجزائي فرادا. ها أنا مجددا. ها أنا والآن كلي واقف غير أني كل أجزائي فرادا. الله عليك. ساهر ليلي وأحذو حذوه، ما لليلي حين أحذوه نفادا. يا الله. دمعتي من قبل أن تهوي جوا غافلتني وارتقت سبعا شدادا. أي هذا الشوق إني ميت كيف أحيا كلما تلوي الزنادة. مقلق ما فيك حتى أنني كلما أنأى ترجيني معادا. أي هذا الشوق حسبي ما ترى منذ عهد لم أعد القرآن. يا الله ما أجملك يا محمد. نص جميل بكل ما فيه يحمل مشاعر جياشة وتجربة صادقة. محمد، رسالة منك إلى عربي حر عنوانها: هنا باقون
ما بقي الزعتر والزيتون، ما بقيت آيات الله وما بقي الدر المكنون. ماذا بإمكانك أن تقول؟ تفضل. هنا باقون، تقول مجددا أبياتك، هنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون، هنا باقون ما بقي الدر المكنون، ربما؟ نعم. لكن بما أنا أقوله أن الفلسطيني والوجود الفلسطيني باق حتى آخر فلسطيني في هذه الأرض، باق حتى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وحقيقة نحن مؤمنون جدا وموقنون بوعد ربنا صدقا وحقا، وأن الأرض ستعود إلى أهلها وإلى شعبها وإلى أصحابها، وسينتهي الظلم وسينتهي الاحتلال. نعم. شاء من شاء وأبى من أبى. نعم. كلنا موقنون بهذه النتيجة الحتمية. هذا مما لا شك فيه. هذا لا يجعلنا نتقاعس أو نقصر عن واجبنا ودورنا في هذه. نعم. المقاومة ومجابهة الاحتلال. أحسنت يا محمد. دعنا نذهب إلى أسئلة ذاتية نوعا ما. ما الذي تريده من الشعر يا محمد بكل صراحة؟ الذي أريده من الشعر هو ما يريده الشعر مني في الحقيقة. جميل. لا أريده أنا. إجابة ذكية. لكن أكمل. إيصال الرسالة المطلوبة. نعم. مني لكل مستمع ولكل قارئ. نعم. ربما كالشعر عندي كهواية، هي ليست ضرورة في حياتي، لكن ربما هي كهواية أحاول من خلالها أن أبث كل ما يمكن أن يشعر به إنسان أو يشعر به فلسطيني أو يشعر به أي شخص يمكن أن أتكلم عن اللسان. نريد قصيدة جديدة يا محمد، ما رأيك؟ حبا وكرامة. تفضل، لك أن تقرأ ما تحب وتشتهي، ونحن نشنف أسماعنا بجميل ما تشدو علينا. قولي بربك. قولي بربك. قولي بربك كيف أنك نلتني، أو كيف أنك قد ملكت صبابتي، وعلام حتى لا أنام منعما، ويؤرق اسمك إن ذكرت لؤابتي. الله. أعد البيت، أعد هذا البيت يا محمد. قولي بربك كيف أنك نلتني، أو كيف أنك قد ملكت صبابتي، وعلام حتى لا أنام منعما، ويؤرق اسمك إن ذكرت ذؤابتي، أو كيف أنك دائما وأنا الذي من غير شمع تتقنين إذابتي، أو كيف أنك رغم أني طائر متمرس أتقنت فن إصابتي. يا الله. أو كيف أنك إن رميت بنظرة تبدين ضعفي رغم كل صلابتي، أو كيف أنك إن حضرت لوهلة من دون وعي تفسدين رتابتي، أو كيف أن لا كيف تكفي كي أعي إذ لا سؤال تليق فيه إجابتي، روحي التي وفدت عليك مشوقة لي منذ أن أرسلتها ما آبتي، إني أسير أتيه أحبو أنتهي وأهيم فيك فتوسعين رحابتي، ما عاد شيء في الوجود يسرني إلاك أنت تبددين كآبتي، من ذي كمثلك تحتويني فكرة، من ذي كمثلك تستحق كتابتي. ونعم الكتابة، وأنعم بها من قصيدة نابعة من قلب خليلي فلسطيني لا يزال متشبثا بحقه في أن يقول كلمة الصدق والجمال، وأن يحلم بفجر وطنه الساطع. محمد، رسالتك إلى فلسطيني لا يزال قابضا على جمر الأمل، متشوفا بلده حرا في القريب العاجل، ماذا تقول لكل من لا يزال يؤمن بحلم الحرية؟ أقول له لا، ليس فقط أن تقبض على جمر الوطن، وإنما أن تعض عليه بالنواجذ،
فالإنسان الفلسطيني إن تخلى عن قضيته ماذا يمكن أن يتبقى؟ الإنسان الفلسطيني هو بالأساس هو حجر الأساس في هذه القضية، وإن تخلى عن هذا الحجر أو تحلحل هذا الحجر فسيسقط كل البنيان. فأنا رسالتي إلى هذا الفلسطيني أن يستمر في مقاومته ومجابهته بالكلمة وبكل بما يمكنه وما يستطيعه. اعذرني يا محمد، كما كان البدء فلسطينيا نريد المختتم أن يكون فلسطينيا، ومسك الختام فلسطين فهي البداية وإليها المنتهى وهي أرض المحشر والمنشر. نريد أن يكون ختام هذه الحلقة من حلقات بيت القصيد ختاما فلسطينيا إلى قصيدة فلسطينية خالصة. لك المنبر والكلمة يا صديقي، تفضل. قصيدة فلسطين، هكذا حصرتني، ربما أحتاج أن أبحث. لك أن تقرأ ما تحب، لا مشكلة، كل ما تقوله فلسطيني يا محمد. اقرأ ما تحب، لا عليك. ربما هي هذه قضية. أقول نعم، إني لأنك لم تزل لي ملهما، إني لأنك لم تزل لي ملهما، لا ينبغي إن قلت أن أتلعثما. إيه. مرتد طرفي عنك منذ النظرة الأولى، لقد صيرته بك مغرما، عقلي وقلبي في صراع دائم، قل لي بربك كيف صارا توأما. ما السر فيك تشدني، وكأنما قد مسني سحر فصرت منوما. إيه. إني مريض فيك أعرف علتي، وبك الشفاء كما تشاء، ووقتما فاشرح فديتك كيف يمكن أن يكون الشيء داء ثم يغدو البلسم. فاشرح فديتك كيف يمكن أن يكون الشيء داء ثم يغدو البلسم، وأنا لعمرك مذ رأيتك لم أزل فيما استطعتك عاشقا ومتيما. كم راودت قلبي عليك غريزة، طبع المحبة أن تجيء تجشما. قد زاغ قلبي عن هواك أراه لولا أن رأى برهانه فاستعصما. من ذاق حبك مرة يا ويله، إن لم يمت بك هائما فكأنما. من ذاق حبك مرة يا ويله، إن لم يمت بك هائما فكأنما. ما أجمل هذا البيت الختامي يا محمد. محمد السلامين. مرة يا ويله، إن لم يمت بك هائما. الله. فكأنما. الله، ما أجملك يا محمد السلامين. الآن لو طلبت منك رسالة إلى فلسطين التي تحب، شرط أن تسجل عليك كلمة أو ككلمة للتاريخ، ماذا عساك أن تقول؟ أنا أقل من أن أوجه لفلسطين كلمة أو رسالة، لكن بالحقيقة أفخر بذلك أيضا تماما. نعم. فلسطين هي العنوان، وهي الحب الأول لي شخصيا ربما، ولكل فلسطيني على شكل عام. فلسطين هي الوجهة، وهي أولى القبلتين وثالث الحرمين. فلسطين الأصل والحياة، ربما فلسطين هي الحياة. رسالتك إلى أهلها؟ رسالتي إلى أهل فلسطين هي رسالة ربما عامة أو مطلقة، بأن يستمروا في مقارعة الاحتلال ومجابهة الاحتلال، فهو إن تخلى الجميع عنهم فستبقى هي قضيتهم، وهم خط الدفاع الأول عنها، وإن تخلوا ربما لن يكون هناك ما يسمى فلسطين. إذن أنت ترى بأن المجابهة والمقاومة والصمود هي الحلول التي لا تنازل عنها ولا بديل لها، هل هذا أردت أن تقوله يا محمد؟
يعني هي رؤية أو خارطة طريق لا تنازل عنها ولا تغيير ولا تبديل فيها. نعم نعم صحيح، وعلى ثقة تماما بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. هذا أولا. ثانيا، حقيقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو صراع وجودي، لا يمكن أن ينتهي باتفاقات وكل ما إلى ذلك. هو إما أن ينتهي الاحتلال بشكل كامل أو ستبقى القضية إلى أن يشاء الله. سجل أنا عربي، وهذا العربي سيظل واثقا بأن الفلسطيني خير من يدافع عن هذا الحق ويستبسل في سبيل استعادته ويدافع ويحامي عن شرف أمة بأكملها. محمد السلامين، الشاعر ابن الخليل، خليل الرحمن، الخليل الصامدة الصبورة المجاهدة، ابن فلسطين الواثق مما يقول والمتشبث بالحب والحياة، الذي لا يتخلى عن سلاح الحب ولا يتنازل عن شبر واحد من تراب شم نكهته بروح محبة. محمد السلامين، انقضى الوقت مع الأسف، نتمنى أو نرجو أن تكون الحياة كريمة بالقدر الذي يتيح لنا لقاء حقيقيا، وعسى أن يكون قريبا. أتمنى ذلك إن شاء الله من كل قلبي والله. شكرا جزيلا لك محمد السلامين، الشاعر الفلسطيني. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع. في الأسبوع المقبل إن شاء الله يتجدد لقاؤنا رفقة شاعر جديد. ظلوا بخير والسلام عليكم.